المنتظر أن يعلن في الساعات القليلة المقبلة عن نتائج انتخابات المجالس المحلية في مدن رئيسية في إنجلترا كالعاصمة لندن ومانشستر وليدز ونيوكاسل. وكان ملايين الناخبين في إنجلترا قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في نحو 150 بلدية، ويسعى حزب العمال إلى زيادة عدد مقاعده في المجالس المحلية، بينما يسعى حزب المحافظين إلى تجنب خسارات جديدة. ويرى متابعون أن الانتخابات المحلية قد تحدد مصير حكومة ماي التي تعيش أزمات متعددة. انتخابات محلية تخص إنجلترا دون غيرها من المقاطعات البريطانية، ولكنها مصيرية بالنسبة للحكومة، فنتائجها ستشي لا محالة بمدى تراجع رضا الرأي العام عن أدائها المتخبط في قضايا كثيرة، تذهب من تداعيات البريكسيت إلى القضية الأخيرة التي تسببت في استقالة وزيرة الداخلية أمبر رود، متمثلة فيما بات يعرف بسوء تعامل الداخلية البريطانية مع أبناء المهاجرين من دول الكاريبي. الإقبال على التصويت لم يكن منتظرا منذ البدء أن يكون كبيرا، وهذه تقريبا الصورة النمطية المحتفظ بها عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية البريطانية. ولكن الناخبين الذين التقيناهم لا يخفون دوافعهم، فكلها تتعلق بأداء الحكومة البريطانية. أنا لا أريد معاقبة تريسا ماي، أنا فقط أعارض سياستها. المحافظون دمروا مكسبنا، لقد أخذوا منا المنظومة الصحية، وما نفعله اليوم هو محاولة لاسترجاعها. كيف أنظر لأداء تريسا ماي؟ إنه أداء مقيت، سيء للغاية. I like Theresa May, yeah, because she's a conservative, she's a woman. I think she's doing her best, isn't it? You know, I think she's quite good actually, you know. So I'm quite happy with her. في المقابل، الانتخابات المحلية فرصة اكتساح بالنسبة لحزب العمال الذي من فك يحول إخفاقات حزب المحافظين إلى شعبية متنامية لصالحه. ومن هنا يعول على أخذ ما أمكن من معاقل المحافظين في مجالس لندن، بل وأكثرها رمزية مثل ويستمينستر. هذه الانتخابات تأتي في وقت عصيب بالنسبة للبريكسيت، وكذلك الأغلبية لحزب المحافظين في البرلمان البريطاني قليلة جدا، أقل من 10، فهي مشكلة كبيرة جدا. أعتقد إذا كان هناك تصويت كبير جدا للحزب العمال، هذا سيمثل خطر وسيضغط على حزب المحافظين أن يعمل كثيرا جدا لإرضاء المواطنين. ولكن العماليين هم كذلك لهم إخفاقاتهم في هذه الانتخابات المحلية، فقد يفقدون معاقل مهمة بخلفية تصويت الأقلية اليهودية المتأثرة بتنامي العنصرية وما يسمى بمعاداة السامية داخل حزب العمال. نتائج الانتخابات المحلية في إنجلترا سيقاس عليها لا محالة لترتيب السياسات الحزبية القادمة، وإن ثبتت توقعات المراقبين في ترشيح كفة العماليين، فإن هذا الاستحقاق سيكون علامة فارقة في تاريخ الأداء الحكومي لحزب المحافظين. كمال علواني، التلفزيون العربي، لندن. ومعي في الاستوديو الأستاذ جلال الورغي الكاتب الصحفي لنقاش هذه الانتخابات وتوقعاتك في النتائج، لأنه العرف عادة في الانتخابات تكون الانتخابات المحلية أو البلدية صعبة على الحزب الحاكم. نعم صحيح. فبرأيك إلى أي مدى ستنعكس الأزمات التي تواجهها حكومة تريزا ماي أصلا في الوقت الحالي على نتائج هذه الانتخابات؟ أولا دعيني أشير إلى أنه لأول مرة حزب العمال يدخل للانتخابات، والتوقعات تشير إلى أنه سيحقق تقدم على حساب بقية الأحزاب السياسية، بل أنه استطلاعات الرأي تعطيه استعادة حوالي 200 مقعد إضافي، يعني وهو توقع في الحقيقة يؤشر على أنه هنالك مجموعة معطيات أشرت إليها، هو أنه هذا الحزب يدخل غمار هذه الانتخابات وهو الحزب الأكبر في أوروبا بأكثر من نصف مليون عضو ينتمي إلى حزب العمال. إلى جانب هذا ندخل هذه الانتخابات وهنالك صعوبات تواجهها حكومة تريزا ماي، لجهة أولا
الشراء الجريمة في العاصمة لندن، وهو ما يثير غضب الكثير من الناخبين، خاصة يتزامن هذا الصعود في جرائم القتل في بريطانيا وفي لندن والذي تجاوز حتى العاصمة نيويورك، مع تقليص ميزانية الشرطة في بريطانيا، وهو ما يلعب عليه حزب العمال وينتقد حكومة حزب المحافظين عليه، إلى جانب غياب رؤية واضحة للخروج من الاتحاد الأوروبي. هنالك صعوبات تواجهها حكومة تيريزا ماي وخاصة زعيمته بشكل كبير. إلى جانب هذا طبعا ما يسمى بسياسة التقشف التي تلاقي انتقادات كبيرة داخل إلى الكثير من الفئات الاجتماعية في بريطانيا، وهي نقاط يحاول حزب العمال اللعب عليها من أجل استمالة الناخبين في هذه الانتخابات. وهل برأيك النتائج التي تتوقع فيها حضرتك وحسب استطلاعات الرأي تعطي حظا أوفر للعمال ستنعكس أيضا على الانتخابات العامة؟ هل تعكس مزاج الناخب أيضا فيما يتعلق بالانتخابات العامة، أم ربما هو اليوم تصويت تكتيكي لتلقين درس للمحافظين؟ هو الحقيقة فيه هذا وذاك، ولكن الأقرب أنه ليس هنالك يعني ما يؤشر على أنه هذه الانتخابات ستكون مؤشر حقيقي وجدي على الاختبار حكومة حزب المحافظين والحكومة المحافظين في الانتخابات القادمة، لسبب بسيط. أولا لأنها انتخابات محلية، وثانيا لأنه يعني قد يعني ترحل يعني زعيمة حزب المحافظين قبل الاستحقاق القادم، خاصة أنها تواجه هذه الصعوبات في مستوى إيجاد مخرج يعني جيد من الاتحاد الأوروبي دون مواجهة صعوبات حقيقية، وأيضا تواجه انتقادات من داخل حزبها لأنها تعاني أيضا بعض الصعوبات الصحية. ولذلك في تقديري إذا ما يعني تقدم حزب العمال بشكل واضح وكبير نسبة غير متوقعة، في تقديري قد تضطر زعيمة حزب العمال إلى الاستقالة لفسح المجال أمام شكرا لك جزيل الشكر أستاذ جلال الوردي الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا هذه الليلة. كل الشكر لكم مشاهدينا في ختام ساعتنا.